قررت النهاردة يا جماعة افتتح مشروع جديد وحتكونوا انتوا اول المدعوين، فتأكدوا يا جماعة تعملوا بقى لايك، ولو انت لسه جديد معانا في القناة الزر الاحمر تحت دوسوا عليه بسرعة حنون رصاصي عشان تنورونا يا جماعة في محلنا الجديد. خلينا يا جدعان نبتدي بداية جديدة ونشوف طبعا اللي بيرحبوا بينا بالاهلا بيك يا عيسى، عامل ايه ومبروك لمحلك الجديد او فرعك الجديد. شكرا ليك يا باشا، بقول لي ما تقلقش من اي حاجه، كل حاجه هتكون تمام وكل حاجه في الامان تقريبا. ده يا جماعه الشرطي اللي ماسك المنطقه، بقول لي ما تقلقش من اي حاجه، وطبعا الناس اللي هنا الموجودين تقريبا برضو فاتحين محلات في المنطقه وبيرحبوا بينا ومشروعنا الجديد. طبعا احنا اهم حاجه يا جماعه نكون قد المسؤوليه. شكرا ليكم، مع السلامه. خلينا ننطلق بالموتوسيكل بتاعي اللعب، هو على المدينه وجمالها. عندنا في مكان للديكوريشن، الله اللعب، في مكان للشرطة كمان اسم شرطة، وعندنا مكان للألعاب وبيع الأجهزة، ومكان للورد، ومكان اسمها دي الأركيد يا جماعة هنقدر نشتري منها، والفي آر ايه ده كمان، والمحل ده تقريبا ده سوبر ماركت، وده ده بنك ده ولا محكمة شكله غريب، تقريبا ده البنك والمحل بتاعنا. يا سلام انا اتحمست كتير يا جماعة، رحبوا بينا قوي. اهلا وسهلا، مين ده ومين ده اللي معاه؟ مش عارف يا جماعة، في واحد كبير كده في السن بيقول لي ازيك يا ايزي كله تمام عامل ايه يا هلا. استنى هلا، انت ما فيش مستر ايزي ولا باش مهندس ولا ايه؟ بيقول لي كل حاجة تحت السيطرة تقريبا، ده جده يا جماعة. طبعا هتعلم منه الخبرة النهاردة وهيفيدنا معلومات أسطورية، فأنا جاهز دلوقتي استمع لك. وتقريبا ده يا جماعة المساعد ولا ايه؟ المهم هيفهمنا هنعمل ايه في محلنا الجديد او السايبر اللي احنا هنفتتحه النهاردة، كل حاجة هتبقى تحت السيطرة. وخلينا نستمع يا جماعة للتعليمات اللي هو هيقولها لنا ونبتدي الافتتاحية للمحل بتاعنا الجديد. شكرا ليك يا جدو. طبعا بيقول لي افتح الادوات بتاعتك عشان تقدر تاخد الحاجة. اوكي جاهزين يا جماعة؟ مقص ودلع. يلا يا جماعه سقفه كده في التعليقات وكلكم تباركوا لي بقى المحل الجديد اهو، جد واقف والكابتن وانتوا هتكونوا معايا كده يا جماعه في التعليقات. يلا سقفه حلوه كده، سلام. الله الله الله، شكرا ليك بالله، الله ينور ومبروك مبروك تاني. شكرا ليك يا جدو. دلوقتي احنا عندنا حاجات كتير لازم نعملها، مش مجرد يا جماعه فتحنا الحاجه نكبر دماغنا. اول حاجه ناخد المساحه وننظف يا جماعه. هي الوسخه دي جت منين ومن بدايتها؟ خلينا طيب ابدا انظف، شيل تقريبا دي رجل جدو والتاني اللي معاه تقريبا هنا ايه رمى وسخته هنا. ماشي ننظف دي كمان، ننظف يا معلم، هخلي المكان على سنجة 10. حلو كده كله تحت السيطرة. هنبدأ يا جماعة نشتري بقى ايه شوية اجهزة للمقر بتاعنا. خلينا نجيب بس اول واحد، ممتاز يس، اشتري واحد. بعد كده هنشتري الكيسة تمام، الديسك توب، وبعد كده هنشتري الكيبورد، لوحة المفاتيح، وبعد كده هنشتري الماوس، الفأرة، وهنشتري كمان كرسي بلاستيك، وهنشتري كمان فلوس دي كلها جبتها منين؟ شكرا ليك يا جدو مظبطنا. ايوه عايزين بقى نشتري الكرسي، نشتري قصدي الترابيزه. حلو جبنا من كل حاجه وحايد، ليه بقى؟ عشان احنا لسه يا جماعه في البدايه كده. خلصنا ايه ده؟ انت مين يا عم؟ ده موظف ده ولا مين؟ تقريبا يا جماعه ده المسؤول، بيسلم علينا، وتقريبا ده الموظف المسؤول عن الطرود. بيقول لي تعالى دلوقتي انت عملت اوردرات من على النت؟ يب عملت اوردرات. وبيقول لي تعالى بس معايا هوري لك في المكتب وما تقلقش. وريني يا باشا. اوكي ده المكان اللي بيجي فيه الطلبات. اهلا، ممكن تديني بقى الحاجات اللي انا طلبتها؟ لا لا لو شايفين يا جماعه الماوث جايبوه من الذهب. من بدايتها كده. المهم جبنا الحاجه، ايه العاب، خلينا نشتري هنا ايه في الحاجه بتاعتنا. اوكي جمع 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 كميه كويسه تمام. خلينا يا جماعه نبدا بقى ايه نشتغل ونحط الحاجه زي ما هو طالب مننا. فخلينا نبتدي في اول مشروع علينا في محلنا الجديد. نبدا بقى نظبط بس اول حاجه الشكل بتاعه تمام، اظن هو كده تمام، نلزقه كده جنب الحيطه وندوس اوكي. حلو خلينا نحط بقى ايه، ايوه الكيسه، نحطها هنا كده بسرعه تمام على الجنب الشمال عشان عايزين نفضي الجنب التاني عشان نبدا نحط بقى ايه لوحه المفاتيح. حط يا معلم، وحط ايه الشاشه
هرجعه ورا شويه برضه عشان اللي قاعد نظره مبقاش لازق في الشاشه. وهنجيب بعد كده نحط الماوس تاز. طبعا اللي هيجي يقعد على اول كمبيوتر ده يا جماعه السلام دي الافتتاحيه يعني هيجي اخر دلع. حط الكرسي وحاطين عليه بطبط. الحق جدا ظبطنا الكلام. اوه ده خلينا اول زبون يا جماعه وهتكون انتوا. والله اوه السلام ببلاش وريني كده. لازم نقبل الطلب الاول وهنشوف هيقعد قد ايه. خلينا نشوف هيقعد قد ايه. يقبل الطلب هيقعد يا جماعه تقريبا نص ساعه وهيدفع تقريبا 31. اوكي كتر خيرك بصراحه كبدايه. المكان مش احسن حاجه بس كويس احنا يا جماعه بدأنا نشتغل وحاطين طبعا عوازل للصوت. حلو قوي قوي قوي. دلوقتي احنا مستنيين لغايه ما اول زبون يخلص المحل بتاعنا بعد كده نشوف هنعمل ايه عشان نقدر ناخد منه الكاش. نخلص بسرعه. ايه يا ابني انت قعدت 25 ثانيه ولا ايه؟ والله ما لحقش يا جماعه. سلامه بقى قريت كل الزباين زيك كده ناس محترمه. مال او جد والله اتخضيت. اهلا ازيك يا جدو كله تمام. جالنا اول زبون الحمد لله. الراجل ما كملش 25 ثانيه وكله خلص. بيقول تعالى معايا. استنى يا جدو اجي معاك بس على فين. اوكي شكله هيورينا بقى مكان يا جماعه. ايه ده اضحك عليا يا جدو المكان اللي مقفول. شو عمال يتغز ده كل ده في مطعم. الله 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 في مطعم كمان يا جماعه. في مكان هنا للورد وفي مكان لتصليح العربيات اللعب وفي واحد هنا كمان بيشحت. خلينا نشوف. طيب المكان هيورونا تقريبا ده البيت اللي هو يقصد اللي هو بيتكلم عليه. ماشي خلينا نروح بس معاه. يا باشا والله بص انا زيك. انا في البدايه بحتاس. اتفضل يا جدو خلينا نتكلم معاه هنشوف هيقول لنا ايه. اوه شوف المكان ده اقدر اقعد انام فيه. طب شكرا. الله 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 يا نهار ايه اللي حصل يا جدو. هو مش عارف يا جماعه هيروح يفحص بسرعه ويشوف ايه اللي حصل. بيقول ان شاء الله ما يكونش حاجه حصلت وحشه. بيقول انا نسيت. ما تنساش تاخد ما اعرفش ما ادري ايه. استنى بس ما تخبطتش معاك يا جدو. روح عند اريا ما اعرفش دبليو اي دبليو سي. يا عم انت بتقول ايه. الله اتقلب فيلم رعب يا جماعه. المهم مشى الله يسهل له. خلينا نخش انام بس اريح شويه عشان حاسس في قلق في المكان اللي انا قاعد فيه. بس ثواني. انا كده سرير. انا لسه قلت هشتري صح انام فين. هو اصلا مفيش حاجه في المكان هنا. الله ده في مين يا جدو. انت قلبت الجده شريره ولا ايه. خلينا نحط طيب الحاجه بتاعتنا هنا. اوكي نظبط السرير. حط يا معلم. صباح الخير يا جماعه. خلينا نشوف الساعه كام. لا لسه انا صحيت. انا صحيت بالليل ولا ايه. الساعة كام؟ ده لسه احنا بالليل يا جماعة. استنى يا عم انا عايز اشوف فين الصبح. خش نام يا جدع. اوكي يلا. اصحى بقى صحصح فوق. كام؟ ايوه الساعة 6 دلوقتي الصبح ممتاز. عندنا تقريبا 3 كاش وعندنا 9 جواهر. انا مش عارف استخدمهم في ايه بالظبط لغاية دلوقتي. خلينا نشوف يا جماعة. نفتح طيب الحاجة بتاعتنا. ايه ده في حاجة استغربتها. ثواني. وانا معايا كاميرا. الله بس ما ينفعش. كنت عايز اخد نفسي سيلفي عشان اشوف بس المنظر عامل ازاي. خلينا ننطلق للمحل بتاعنا يا جماعه. اجري 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 اجري. اللعاب يا موتوسيكلات كتير على مهلك كتير. لا لا التحكم فيه لذيذ بس هننزل منه ازاي. اوكي كتجربه لذيذه يا جماعه. خلينا نسيبه هنا كده اشوف بس ايه المحل هنا. فاكره ممتاز. ايه رايكم نركن الحاجه هنا. في واحد عايز يفتح له الجهاز. عيوني سلام تؤمر يا باشا. فتحنا له الحاجه. خلينا ننطلق نجيب الموتوسيكل بتاعنا نركنه جنب المحل. ايوه هيكون افضل لنا كتير بدل احنا سايبينه كده لوحده. كتير بس خلينا نركنه هنا كده في ايه في الركن الهادي. بس كده يا جماعه كده 10 على 10. إذا أنت لحقتي؟ والله يا جماعة الزبائن هنا ما شاء الله عليهم طلقة طلقة في الإنجاز. خلينا نشوف طيب الطلبات اللي نقدر نشتغل عليها. أظن اللي هي ممكن تكون موجودة هنا. أيوه الكوستة. خلينا يا جماعة هنروح نقابله في المطور شوب. أوكي. خلينا نشوف طيب فين مكان المحل اللي هو طالبه ده عشان إيه؟ ساعات في البداية أنا لسه في بداية المدينة فبتلخبط. فخلينا نروح بسرعة ومستنيني عند الميكانيكي تقريباً. أيوه. هو ده الماتور شوب. ده الاوتو شوب. في واحد تاني بتاع المزيكا. انت واقف هنا. انا جده انت واقف لوحدك. بيسال الشرطي ايه اللي حصل بالظبط. طبعا بيقول له انا سمعت صوت زي انفجار ومشكله كبيره.
بيقول له في مشكلة بس يعني موجود في المنطقة هنا زي كنا جماعة بنا وحاجات من دي ومش عارف ايه ومتمدرك ايه. فبيقول له انت ايه ما تقوليش مش عارف فيه استنى بس وهتكون المنظمة انا منظمة يعني مش شام حاجة ما توريني يا جدو عشان انت لخبطتني بصراحة معاك. بيقول لي انت مش قلتلك خش وارتاح ونام يا جدو بقى ما تعرفناش قصدي يا جدو ما تعلمنا يا عم ومين ده كمان بيقول لي في اسامي غريبة هنا دلوقتي هو يطلب مننا حاجات يا جماعة نبدأ نعملها اوكي عشان بصراحة المعلومات عندي مش فاهمة ومش كاملة فاحنا هنروح لحد اسمه ري وهنديله الجواب اللي هيكتبه لنا جده وهيكون موجود في المحل اللي اسمه مش عارف ايه ستور اوكي حاجة تاني تأمرني انت بس عيوني ليك طالما انت ساعدتني بقول لي خلي بالك وكون حذر يا ايسي حاضر طب فين الجواب اللي انت طالبه مننا ولا انت ايه كلام مشيت وسبتني والله خلع وسبني يا جماعة خلينا نشوف طيب المكان اللي متحدد لنا المفروض نروح نتكلم اول حاجة مع ري ونشوف حوار الجواب او الرسالة اللي المفروض نشتغل عليها اجري 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 اوكي كويس هو محدد لنا الحاجة هنا والله بصراحة لذيذة بدل ما نحتاس في المدينة كلها شوفوا موجود فين ده انا محل هو محل كان فين يا جماعة فين عم ري ده كمان ايه اللفة الجميلة ليه كلها اوكي موجود عند محل ايه بقى الجيمينج تمام تقريبا ده ري ازيك يا ري عامل ايه بيقول انت مين يا عم اسمع الكلام يا عم ما تعرفناش بقول لك كان في رسالة مهمة جدا بعتها لك ايوه في رسالة مهمة بقول استنى شوية بس مش عارف ما ادرك استنى بس انت اسمع الكلام عم ري خليني بس اوريك الرسالة وبعد كده نشوف هنعمل ايه ماشي ايوه خد ممتاز هو يا جماعة في هنا زي حاجة هتحصل والمفروض في السيتي هيل ده اللي مكتوبة في الرسالة انا خدتها وحبدأ اديها لمين خد ري تفضل رسالتك بقول لي انت عايز ايه يا عم انت كمان بقول لك اسمع الكلام باخد الكلام وانت وساكت ده ولا خد الورقه وانت وساكت ما تعرفناش انا بنفذ بس الحاجه اللي جده قال لي عليها والله متعب يا جدعان المهم خلصت انا المهمه بتاعتي خليني بقى اروح لبيت ري ها طب ما هو كان موجود قدامي هروح لبيته اعمل ايه هروح ادي لمامته الرساله استنى انت مستني اوكي سوري افتح لي البتاع على السريع كده يا جماعه زبون على الطاير تمام هتدينا حوالي 26 يعتبر كويس يلا روح 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 استنى اركب ولا سيبك انا اخدها جري احسن لي تبقى اسرع لي اوه ده البيت الباب مقفول ومحتاج اوصل المقص ليفل 4 ماشي بس احنا عايزين نشوف محل يا جماعه نقدر نشوف عنده الحاجه دي عشان نقدر نفتح المكان ففي محل تطويرات ولا لا استنى كده اقولك نظره ده محل للخدمات وده محل للادوات العب باشا انا عايزك تطول لي المقص هياخد مني 1.5 يعني تقريبا هياخد مني مرتين مش هيكفي معاك في الكاش تمام اللي بعده مش هيكفي صح باك هاي باك باك يا جماعه لازم اوصله ليفل 4 كده معنا ليفل 2 معنا كده احنا لازم نهتم بالشغل بتاعنا اكتر اتفضلي يا استاذه يلا ماشي نبدا نطور من الشغل بتاعنا ناخد شويه الكاشات خليني القي نظره ممكن نعمل طلب تاني ممكن نعمل طلب لكرسي ده هيكفينا يعني مش هنصرف كتير خلينا نجيب 2 تمام ونجيب 2 من ده هو الاوردرات هنا ثابته ثواني اوكي 2 خلينا يا جماعه نجيب حاجه ماشي 1 نجيب 2 من ده ممتاز وبعد كده نجيب 2 من ده هنجيب 2 ماشي فحتى لو مشروع ما نجحش معانا احنا كده كده مش مكترين وكتجربه يعتبر لذيذ حط ده كمان جيب ترابستين حلو كده المفروض الحاجه بتاعتنا جاهزه وايه ده كمان ثواني كده اشوف حد جه على الجهاز لا والله الدنيا فاضيه هو هو مش عارف دي ده يا جماعه خلينا نشوف 4 زائد 6 ده كده 11 8 ناقص 3 يا جماعه بسرعه جاوب 6 زائد 8 14 7 زائد 6 13 دوست 13 يا جماعه مش الاجابه صح 7 زائد 6 كام؟ هو انا حاسب غلط ولا ايه؟ ما انا حقتش 1 في 1 ب 1 4 في 7 استنى بقى ما بدكش فرصة المهم جمعنا حوالي 7 كوينات او جواهر ماشي مش مشكلة خلينا نشوف في حد قاعد على الجهاز والله في واحد هياخد تقريبا ساعة وهيدفع لنا 26 خلينا نلقي نظرة تانية على حاجات تانية ممكن نشتغل عليها الطرد وصل يا جماعة مبروك باشا ترود لو سمحت حلو هات كله شكرا نبدا بقى نشتغل ايوه ونحط بقى الحاجات ايه ده فين الترابيزه
مش انا جبت ترابستين قدامكم يا جدعان؟ ولا يا فين الترابستين ولا؟ تستقبل ها وكراسي من المدقة كندا استقبل ولا ايه؟ خلينا نحط بقى الحاجة تمام عندنا ترابيزة خلينا نحط كده. بصوا الحاجات اللي هي ايه هنعملها مرتين هحاول اخدها كده ايه في السريع. دي اهم حاجة عندي في الاول بصراحة. فخلينا نجيب الترابيزة ونبدأ نلفها اوكي. نحاول نلزقها دي جنب دي شوية عشان برضو نوفر في المساحات يا جماعة. نخلي في مسافة صغيرة عشان برضو ايه الكوكو ولا حاجة يبقى ايه في الوضع ريلاكس شوية. نحط بقى الشاشة ممتاز. حط الشاشة وحط دي كمان في زبونة خلصت حلو مش قوي مش قوي يا جدع. الله انا كنت ماشيين زي الفل. شلت البتاع بالغلط والله هتتحمس بزيادة. طب خلينا نشوف طيب الزبونة وريني كده استاذة. شكرا. لف تاني يلا مش مشكلة هنحاول نظبطه. خلينا نشوف اللف بتاعه اظن يا جماعة لو مظبوط والمسافة تعتبر مناسبة اركع سنة صغيرة حلو كده مية مية. خلينا نحط الشاشة ممتاز. نحط ده كمان ديسكتوب وبعد كده هنحط الترابيزة التانية اللي جنبها بالمرة ايوه على السريع. اظن اللي هي الشكل بتاعها مظبوط. خلينا نقرب المسافة ممتاز. شايف المسافة يعني تبقى كويس يا جماعة دي راجعة شوية فممكن نظبطها نشتغل عليها من تاني قبل ما نحط المنتجات يعني شغال. خلينا نشوف المسافات ما بينهم ومن بعض. سلام استاذ ايه ده مين دي؟ جربره من المدرسه انت تستقبليش اهم حاجه مدرستك بعد كده تيجي تقعدي براحتك. خلينا نجيب دي ممتاز. يلا احنا وصلنا لكام لان احنا محتاجين كاشات عشان حوار المقص ده. قول لا معايا 900 وشويه قليلين يا جماعه لان المصاريف اللي احنا صرفناهم دي مكلفانا. طب خلينا طيب نركز في اللي احنا ماشيين فيه. خلينا نحط كمان الشاشه تمام ونجيب الكيسه حطهم تمام كده. عندنا بقى نحط ناقص لوحة المفاتيح حط يا معلم والفقارة المفرفرة بس. ونحط بقى ايه الكراسي ممتاز. حط بقى دي كده سريعا. حط بقى دي كده اظبطها حلو. بعد كده عايزين نحط بقى ده سريعا ده كمان اظن موقعه كويس يا جماعة. حط ده كمان ونحط كيبورد على السريع ممتاز. ونحط كرسيين واحد ونحط كرسي تاني هنا بس. يبقى احنا كده عندنا في تلات اجهزه في المكان بتاعنا الجديد فيعتبر مناسب. مش هقدر اروح البيت زي ما قلت لكم لغايه دلوقتي. خلاصي اتفضل اتفضل مش هقول لبابا خلاص اكيد في اجازتك اولى فينا ممتاز. خلينا نشوف طيب الكاش اللي معانا. معانا حوالي 984. خلينا يا جماعه نشوف لو نقدر لازم نشتري. في هنا شوب مميز. ايه الشوب ده؟ ده نفس انا كنت فتحته من شويه. طب ممكن نشوف هنا في اكواد وهنا عندنا في انترنت يا جماعه لو النت حصل فيه مشكله نقدر نعمل اتصال. وخلينا نشوف التقييم بتاعنا. التقييم بتاعنا تقريبا 1.5 اظن ان في زبون جه زبونين والله وانا برغي معاكم. حسيت احساس الزباين ايه ده؟ هم قاعدين كده ليه يا جماعه؟ هو الكراسي انا حطيتها بالغلط ولا ايه؟ والله شكلي عملتها غلط صح بس هم هنا قاعدين مبسوطين. كي دي الوحيده اللي انا مظبوطه. طب بعد اذنك كده يا استاذ ما ينفعش تشيل الكرسي؟ والله ما بيستهبلوا هنا. ايه ده؟ ايه ده كمان؟ ده اللي بيعمل بيوزع الطلبات؟ الله 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 اللي حاطه في بطنك ده. غريب يا جماعه زي كانه شايل بيتزات والله راح بيوصل الطلبات. طب خلينا نروح بس بسرعه نقبل بس البنت دي بسرعه. ايوه. اوكي يلا اقبل الحاجه ممتاز. كده كل تحت السيطرة. وريني ده كمان. اجري اجري يا معلم. اجري 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 اجري. سوري سوري. يا لهوي ده لو الشرطي عارف هيجي يمسكني هيروقني. ما تخلصوا انتوا كمان بقى عشان قعدتكم دي مش عجباني بصراحة. كراسي حياتها غلط رغم البطة يا جماعة لازم تكون معكوسة. يبقى شكل البتاع اللي ماسكاه في بقها دي تتعكس الناحية التانية. ايه ده راح فين؟ والله شكله هيروح يبلغ الشرطه. الله يستر يا جماعه عملنا حاجه مجنونه. طب خلينا نحاول محاوله تانية مع الراجل باشا. ايه ده؟ في حد خلص ولا في صوت غريب جالي؟ تقريبا في رساله ولا ايه؟ مش عارف هم قاعدين ولا بيستهبلوا. مش مشكله اخش هنا باشا. ما تظبطنا كده في البتاع ممكن تعمل لنا تطوير؟ والله ايوه ب4.5 وتعالى بص واك 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 تحط كوكي بقى. طب وريني الحاجات التانية اللي عندك. فين الحاجة اللي كانت معايا؟ خش على الأدوات. أوه لا لا دي نسي بقى إيه إن شاء الله.
شوف كمية محترمة. خلينا بس ناخد دور الأول. خلينا نظبط الكراسي يا جماعة عشان ايه مش هينفع النظام ده. اوكي لف. أظن كده الكرسي صح. الجزء المفتوح يبقى جوه. فهمت أنا دلوقتي. أيوة البطة كده مظبوطة. تمام نظبط دي كمان. اوكي أظن كده مظبوطة. حط الحاجة مية مية. لا دي مش مظبوطة يا جماعة. خلينا ناخد أحسن. لف كمان. اوكي أظن الفتحة تبقى من جوه. أيوة صح كده. يا سلام عليا ممتاز. نبدأ بقى نحاسب دي كمان. هي الساعة كام؟ كان بيرن عشان الوقت يا جماعة. احنا المفروض نخش ننام. فخلينا ناخد ده بسرعة بسرعة ولازم أقفل الطيران. خلينا أقفل المحل بتاعي. أيوة يفضل عشان مفيش حد يستقبل ويخش. وابدأ أروح ألق نظرة. لا ألق نظرة على أخش أنام يا جماعة. يب أنا تعبان والله اتهلكت. بس البيت فين؟ لا ده البيت بتاع الكابتن التاني. أظن إن هو كان جنب المطعم هنا. أظن ده الطريق الصح. يا سلام عليا. خش نام تصبح على خير. بعرفه مش والله يا باشا. الحل من بعض يا معلم. روح. ايوه بس تصبح على خير يا جماعه. نام واصحى يا معلم. الساعه كام؟ نلقي نظره نشوف الوقت. الساعه 6. نقدر نفتح من هنا. سلام تقدر تفتح لما تروح كل الزبائن جم اوتوماتيك اوتوماتيك اوتوماتيك. ايه ده ينفع اقبلهم من هنا كمان؟ والله يا جماعه ينفع نقبل من هنا. ما زي الفل في اي حتة في المدينة بس مش تعرف تاخد الفلوس. طب ده بتاع ايه ده؟ في واحد جت صدقه؟ في جرس جاري من غريبة. مين ده؟ لا مش فاكرك والله. انت مين يا عام؟ انت تستقبل ولا ايه؟ كان ماسك بتاع الالكترونيات. مضروب في دماغك ليه؟ كان في تقريبا عركة يا جماعة و... كان داخل يسلك. اخد الحلقه. طب حدد يا عم انت جاي يا عم. تعال عندي في المحل يا عم امسكك في المحل. ايه رايك؟ كله ماشي شغال زي الحلاوه. تعال كده واخليك تريح على السايبر هيعجبك باذن الله. يا ابني ده انا حاطط بلاي ستيشن وحاطط حاجات جامده. تعال تعال والكمبيوتر وبتاع وتظبيط. طبعا بيقول لي ممكن اطلب منك طلب. اتفضل يا معلم. محله فاضي وتقريبا بيخسر فعايزنا نحتاج نساعده يا جماعه. نساعدك فيه بالظبط؟ والله انت شكلك عايزين نساعده في فلوس. مش عارف يا جماعه ممكن نسلفه بعد كده نمد ايدينا احنا جنبه. ما دي المشكله. والله مش عارف يعني صراحه. اصحاب ترفع الضغط. خلينا افكر. طيب والله كتير يا جماعه كميه محترمه. بس ممكن لما احنا نديله فالعمليه تظبط معاه فيصب علينا بمصلحتنا يعني فاهمني. وممكن مشروع يخسر الله اعلم. طب خلينا نجرب محاوله كده. هو تقريبا ليه نسبه فلوس نقدر نديها له وبعد كده بقى ايه نقدر على اساسه. انا ما عنديش فلوس كتير. ثلاثة كاش يا جدع. ده انا بعد بحوشهم. طلع عينيا. ثواني يا جماعه بعد ما تدفع له الثلاثة كاش في حاجه تانية عايزها؟ لا بس انت كل اللي محتاجه ثلاثة كاش. والله عنده شويه بضاعه هنا. مش عارف ده بنك ولا محكمه. حلق نظرك كده. لو بنك ناخد لنا قرض على السريع يا نتحبس. يا اما المشروع ينجح. ايوه العب. اوه طالع في بي سي. واو ده حد كان رميه كده عادي خالص ولا ايه؟ في مستشفى كمان. طب زي الفل. فين البنك؟ فين البنك؟ عايزين قرض عايزين قرض. اوكي دور دور دور. ايه ده يا جماعه ده في واحد وقفل كده وقفل في الشارع بيقول لي هات فلوسك. لا يا حبيبي فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ لا تعال انا اتحداني اضربه ازاي جاب. تعال بيضرب ازاي ده؟ والله ما عارف اضرب. استنى انا نسيت بس خليني اقابل بس الطلب ده الاول. نسيت حوار العصايه. ها ده انا هخرشمك دلوقتي. تعال عشان انت شكلك عمال ماسك المنطقه البلطجي بتاعها. لا على نفسك يا حبيبي. تعال الله تعال الله. استعبط استعبط استعبط. ما تقوليش هات فلوس سامع ولا لا؟ تضرب بعض كمان. تعال تعال اخش انا وقت بكون عايز. ما تجيش تتكلم معايا. يلا مع السلامه حبيبي. ودع الملاعب. والله عملتهم كحراطه. طب انت ماسك يعني المنطقه ما تفهمش. لا لا عشان كده قاعد بيرخم على الناس اللي دخلوا واللي طالع. نقدر هنا بقى نصطاد سمك يا جماعة. اللعبة فيها تفاصيل كتير نقدر نعملها.
اوكي خلينا نجرب كده نصطاد سمكتين كده على السريع. وتقريبا الراجل اللي جنبنا ده اسحب. يلا يا سمكة يا رخمة اتلزقتي ولا ايه؟ اسحب. ايه ده بالسهولة دي؟ طب زي الفل. خلينا على القنازرة. الله معنا سمكة يا جماعة. تشتري يا باشا؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. معايا سمكة، تاخدها ولا ايه الكلام؟ مينفعش اشتريها دي ولا انا باكلها دي ولا ايه يا جماعة؟ خلينا نجرب ده تتاكل؟ لا والله انا مش عارفة. انت يا حبيبي تاخد السمك ولا لا؟ شكلك ركاك وهتتعبنا معاك. ماشي انا كده المهم اخدت السمكة تقريبا في محل تاني ممكن نبيع له. ما علينا خلينا نرجع المحل بسرعة يا جماعة. يلا 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 الولد ده بيكون عايز مننا فلوس تاني. ايوة نرجع سريعا. فين الزبائن؟ تلم بالضرب. ما شاء الله ما شاء الله. لم 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 لم. افتح 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 بسرعة بسرعة اتأخرت كتير. اوكي يا رب ما كنتش في حد بس مشى. وفي تقريبا حد هيقوم دلوقتي. يا لاسي ايه ده؟ تلعب ماينكرافت وانت؟ اللعبة دي اسمها ايه يا جماعة؟ يا ريت تقولها لي. مش عارف بصراحة لعبة تيجي بيلعبوها. وعندنا ايه تاني؟ خلينا نشوف طيب ده بتاع ايه بالظبط؟ باشا انت بتبيع ايه بالظبط؟ استنى بيشوف الحاجات اللي متكسرة بياخدها مننا. طب استنى انا تقريبا عندي كمبيوتر والله ما عارف ده شغال ولا خربان. تشتري ده يا باشا؟ ينفعك ده ولا لا؟ خلينا نجرب نحط كون استقبل يا جماعة. بيقول لي ما فيهوش حاجة مش هقدر اخده. بياخد بس الحاجات الخربانة. طب استقبل كده احط له السمكة. بيقول لنا بتاع كمبيوتر ما تستقبلش مش بتاع سمك. طب نعمل ايه؟ ده المفروض بتاع لا ماشي خلينا نشوف طيب اللي بعده. في زبون جالنا هنا. في واحد عايزنا نفتح له الكمبيوتر. افتح يا معلم. اوكي حلو ناخد الكاش من ده. ايه رايكم نروح لمحل الفي ار؟ انا متحمس جدا يا جماعه اجيبه بس يا رب يكون حنان ما يكونش سعره غالي لان احنا في البدايه تبقى العمليه صعبه. شيل شيل شيل. ممتاز اقفل ده خالص. اقفل 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 يا حبيبي. تمام كده خلصنا. خلينا بقى ايه ناخد الطلبيه اللي هنا. حلو يلا فين بتاع الفي ار؟ عشان بصراحه ما خدتش بالي وانا ماشي. في عندنا القطط هنا سيبك منه. احنا ممكن نربي قطه في المحل. عايزه واحد رايق ان شاء الله في المستقبل القريب يا جماعه. ننطلق في المدينه اللي ما شاء الله عليها ما بتخلص. وده اللي عمال ياخد مننا فلوس وحوست حوسه. طب احنا نشوف معانا كام وصلنا. لا ده محل الفي ار. يا رب حاجه حنينه كده. ايه ده في ار بلاستيك 120 يا جماعه. يا عم انت نصاب ولا ايه؟ 120 يا مفتري. 110 الفي ار. ان شاء الله على النعمه جابت. ايه يا جدعان ده؟ الله 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 ايه الاسعار المجنونه دي؟ ده من قديم الازل ب 200 ليه يا عم؟ ده في كل حته ببلاش. وانت يا عم خليك في الاوردرات بتاعتك انت كمان. ده بتاع ايه؟ اظن يا جماعه بتاع الكمبيوترات. نسيته ده. وده نقدر نشتري منه. عمال ياكل ويتغذى. نقدر نشتري اكل. ايه رايكم نجيب حاجه زي كده؟ خلينا نجرب. الله يستر الله يستر ده اخرت كل فلوسي. انا تقريبا فلست يا جماعه. عشان اكل الزباين. لا لسه 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 في امل الحمد لله. فكرت فلوس كلها خسرتها. خلينا نفتح بس الجهازين دول الاول. اوكي بس كده ممتاز. نبدا بقى نجيب الاكل اللي احنا جبناه. ايوه واشوف بقى لو حد طالب ايه حاجه ياكلها. استنى بس احنا محتاجين ترابيزه صح؟ خلينا بس اول حاجه احطها هنا معايا. تمام بس تاكل يا باشا. ده في الاكل هنا عندي. ثواني ده ليا ده ولا ايه؟ يعني انا اللي جايب لهم الاكل اكلت انا بس زود لي الهرس. كويس يا جماعه بس كان رقم كبير بصراحه يقطم الوسط. يعني الفلوس اللي حوشناها صرفناها على اكلنا. يلا شكله مشروع ما شاء الله ناجح بجداره يا جماعه. شكلنا هنشرف ناسنا رهيب. كويس كده كفايه قوي عليكم التلاته دول. بس بصراحه كانت مدينه لذيذه. خلينا نركب طيب الموتوسيكل كده على السريع. نلقي نظره كده جوله على السريع يا جماعه. اوكي ما دخلناش عند المحل ده صح؟ بكام يا باشا؟ في واحد عايز نفتح له والله يعتبر سعره حلو. سعره يعتبر مناسب. في حد تقريبا خلص. خلص؟ بس حاجة بسيطة ونقدر نجيبه.
صدق كلام فارغ ممكن نعملها. اوكي خلينا نشوف طيب الزبونين دول لو كان كده ممكن نشتريها. ايه ده هو كان بيزمر ليه؟ مفيش مشكله عندنا هنا جتي في الوقت المناسب. خلينا نشوف طيب الكاشات اللي معاه. ايه الصوت ده؟ لا الراوتر خرب يا جماعه. خلينا اكلم بتوع الدعم. 50 يا مفترين، يعني انا اللي حوشته هاخده منه. خلينا افتح لهم الاجهزه بسرعه، بس النت مش شغال. هي الفكره في كده، هيقعدوا على ايه مش فاهم. مش عارفين يشتغلوا يا جماعه، متعصبين. ولا عمال يعيط والتاني مقموص. سوري يا معلم، تقريبا كان داخل هنا. اوه جبت على الصيانه. بتاع الصيانه دي يا ما الله 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 الله، امسك نفسك. بيرقص للراوتر يا جماعه، بيشتغل اوتوماتيك. يعني والله شويه مجانين والله، مسكين الحاجه. خلصنا هنا تمام، ظبط الراوتر، كتر خيرك يا باشا. طب خلينا نشوف الكاش اللي معانا ده يكفي. خلينا نقبل بس الطلبيه دي الاول، هتقعد هي دلوقتي على طول. فخلينا مستني يا جماعه، ناقص 30 ثانيه. والاستاذه دي قاعده تقعد ساعه تقريبا، جايه من المحكمه. نفسي اعرف فيجو منين، رغم انا شفتها مش عارف بقى بنك ولا والله. لبسوه لبس محكمه، مش مستحيل ده يا جماعه يكون بنك. خلينا نقبل بس الطلبيه دي كمان. حلو، قبلنا الطلبيه. يلا يا رب الكاش، كاش كاش كاش. باشا باشا باشا، مشي مشي حالك وخدهم بقى وانت ساكت. لا الفي ار ابعد عنا، مش عارف ده عامل لي بتاع بلاستيك وعامل لابس سعر. بانك بانك. يلا ملناش نصيب. طب ده ايه النظام ده؟ مشيت ليه بالظبط؟ ده انا نجري بقى. اوكي انا بجري فعلا يا جماعه. ايه يا باشا؟ اهلا وسهلا بيك، اقدر اتمرن هنا بس هدفع. خليها بعدين، مفيش حاجه بالتقسيط. لا والله المره الجايه ان شاء الله بتعلم كده شويه تمرينات. انا مني منك، انا عايز اللي يصرف عليا في المحل بتاعي. انا عاملها صعبه يا جماعه. وده كمان مش عارف تبيع، بيبيع جزر، بيبيع ميك اب. يا رايقه، يا احنا ندلع الزباين بقى. لا كفايه قوي كده يا جماعه، نروح اقفل المحل. كل سنه وانتم طيبين. خلينا نشوف بس اخر زبونين، نسحب منهم الفلوس. شكرا ليكم، نورتونا النهارده، عرفتونا، قصدي تعبتونا يعني. ولا اللي حصل يا جدعان؟ لا على الاستهبال، الكهرباء فصلت. استنى استنى احاول اظبطها بسرعه عشان وقتهم بسرعه. يلا قص قص. الحمد لله مبروك. ليه بس؟ والله ظبطت لكم الحاجه. المهم يا جماعه لفينا، حاجه اشتغلت. الله ينور يا باشا. خلينا نشوف الكاش اخر مره، هنلقي نظرة عليه. حتى ما جمعناش المبلغ بتاع اللي هو الاركيد يا جدعان. خلينا نشوف طيب ده الكابتن ده هيخلص في قد ايه. اظن ان هو قرب يخلص. شوف ناقص له 40 ثانيه. ده قاعد مريح، ده بيتفرج على فيلم مش هي. ده مش بيلعب يا جماعه، ده بيستعوض. شوفوا مره جديد مع ستيوب جيمنج. يلا سلام.